الجزائري كل شيء تقريبا رائع في هذا اليوم. سماء ايضا صافيه، الطقس رائع جدا، بقي على اللاعبين ان يثيروا امكانياتهم الكبيره في مباراه اليوم وان يجعلونا نستمتع بكره قدم. اجواء رائعه هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من اجل الاثاره والمتعه والشغف وكره القدم. أكيد المشاهدين أنه لم يفوتهم الكثير لأن المباراة بدأت للتو. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. باصية لم يكن بشكل جيد في الأمامية. كانت تبدو واحدة من الأجواء لكنه لم يقدر حتى على تجاوز حتى منتصف الملعب. ديفيس يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى. إبراي يبادر الكرة. باريلا كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا، ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. تمريرة سيكيزا القاطرة لأنه تمكن من الحارس لكنه كان مخطئا. ضربة رأسية تمتد الكرة من العارضة. رائع جدا الحارس في مباراة اليوم، كما يقال حارس كان. ديماركو كرة طولية إلى الأمام. جهة اليمين فرصة هجوم معاكس، انطلاقة غير عادية، هذه كرة خطيرة لاتخاذ قرار إلى الدفاع. يلعب الكرة، بداية هجمة كانت مباشرة واعدة لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعون عند المهاجمين. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمر يلعب كرة بينية، يقطع الكرة. باريلا تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. رونالدو لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف. يطلق الحكم الصافي للشوط الأول. وستبدأ الآن أحداث الشوط الثاني من المباراة. 45 دقيقة أخرى لفك الارتباط بين الفريقين بعد الشوط الأول. كانت الكلمة فيه الدفاع. في الدقيقة الأولى هذه الكرة كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام. لا تدخل الدفاع أي عرض من الكرة. رونالدو فرصة سانحة للتسجيل. ركلي يغلو في مباراة اليوم وحتى الآن منافس بدون ركليات. كان لابد من التجديد. ركلية رقم 2 بالنسبة له مقابل ولا ركلية في الجهة الأخرى. بإمكانه إبعاد الكرة. كريستيانو رونالدو. كيزا باريلا بينية جميلة. بلاوفيتش يسدد الكرة المرتدة. الموقف جيد، اعرف كيف يعمل بلوك المطلوب في الوقت المناسب حتى لا تمر الكرة الى المرمى. روبن دياز
كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس. إذا كان هنالك مرة قادمة يلعب كرة الجانب الأيمن كياسا باريلا. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تمس الأرض. مع تكرار مثل هذه الصورة، مع تكرار مثل هذه الكرات المقطوعة، واضح لدى الجميع الالتزام التكتيك الرائع في الملعب، الانتشار الجميل. يحاول لعب الكرة إلى الأمام. باريلا. أكيد أن التقنية تخرج الكرة بهذا الشكل. انتر يظهر شخصيته في الدقائق الاخيره، يؤكد انه غير راضي بالتعادل ويريد ان يخرج منتصرا من هذه المباراه. فاتت ومرت وصلت اليه. ديفراي يشتت الكره. الان في فرصه من اجل التقدم في الوقت القاتل. من المهم التركيز من اجل استغلال اي فرصه متاحه. بعد ذلك الأداء المميز في دفاع الفريقين، أعتقد أنهم يستحقون الثناء كثيرا على ما قدموه.